إعلام مجلس الوزراء ينفي إسناد إدارة ممر قناة السويس لشركة أجنبية، والهيئة تؤكد أن إدارتها ستظل مملوكة للدولة بالكامل. مجلس النواب اللبناني ينتهي من انتخابات أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها. الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 41 عاماً. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم من المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم والتفاعل لحل مشكلاتهم. كما جدد مدبولي توجيه الشكر لفريق عمل المنظومة على جهودهم المضنية في التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين. هذا وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو الماضي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية. وقام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس التي شددت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة قناة السويس من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مشيرة إلى تحقيق القناة نمو خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مايو الماضي. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي الدقهلية والمنيا. وتضمن التدريب عرض تقارير مديري الأجهزة والتنفيذية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لمجابهة المواقف الطارئة، وحرصا من القوات المسلحة على توعية مختلف فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة. تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. تأتي تلك الزيارة للاطلاع على مرافق وكيانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. تأكيدا على الريادة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا ودوليا وتمكينهم من المناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. هؤلاء يمثلون 64 دولة من مختلف دول العالم جاءوا إلى هنا ليشاهدوا هذا الصرح الأمني المتميز
في إعداد الكوادر الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً. الزيارة دي بيكون لها تأثير، دي طبعاً ثاني مرة الدفعة الأولى السنة اللي فاتت إحنا جينا برضو الأكاديمية. المردود ليها بيكون كبير عند الشباب بشكل كبير جداً، بيشوفوا إزاي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بتتعاون مع دول مختلفة، المراكز البحثية، كلية الشرطة والتدريبات وحجم التدريبات من أكتر الزيارات اللي كانت مؤثرة في الشباب. قام الشباب بجولة بين جنبات الأكاديمية لتفقد كياناتها ومنشآتها. بين صرح وآخر داخل الأكاديمية تنقل الشباب، حيث تعرفوا على إمكانات مركز الدراسات الأمنية ودوره في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من مختلف الدول، وكلية الدراسات العليا ودورها في إتاحة الفرصة للضباط المصريين والوافدين من الدول العربية والشقيقة لاستكمال دراستهم العليا. شفت قد ايه اكاديميات الشرطه بيهتموا وبيركزوا في تدريبات الشرطه في عشان الامن والامان البلاد. كانت مفيده لإلي بشكل كتير كبير، اولا تعرفت انه مصر شو عم تعمل على مستوى المحلي وشو عم بتتطور على المستوى العالم العربي والمستوى الدولي. زيارتي في الأكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع، لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل. أنا منبهرة جدا من هذه الزيارة. وتوجه الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. أكثر شيء لفت انتباهنا هو تدريب للأخوة العرب والأفارقة من دولة تشاد ومن دول أخرى عربية. One thing that I liked about this visit is that this police academy empowers also other African nationalities with basic skills and also sustainable skills for them to be representing ourselves in the United Nations within other countries. كلية الشرطة والتي تعد مصنعاً بحق للرجال كانت محطة مهمة في زيارة الوفد، والذي شاهد كيفية إعداد طلابها ليحملوا مشعل أمن الوطن مستقبلاً من خلال برامج تدريبية متطورة تطبق في هذا الإطار، حيث أدى الطلبة جانباً من ما اكتسبوه من مهارات في مختلف مجالات العمل الأمني في ميادين التدريب المتنوعة الموجودة داخل الأكاديمية والتي تحاكي الواقع في صعوبتها، كذا ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي. What we have experienced and seen in this center, I never thought it is in Africa, but I have seen that the Egyptians, when it comes to the security, it is a priority number one to them. وشاهد الشباب عروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة المستخدمة في أداء بعض المهام الأمنية. The visit to the police academy has been such a great learning experience. It's offered me an insight to the extensive training that gets offered to Egyptian police officers. So far, it has been so great, and I'm really impressed. هذه الزيارة أول شيء عرفتنا على مدى قوة الشرطة في جمهورية مصر. من ضمن الأشياء اللي هم يدرسون فيها حقوق الإنسان، وهذا أهم سمة يتميز فيها الشرطي، بحيث إنه يقدر يخدم الناس ويقدر يعني يرد حقوقهم. شعور لا يوصف، وبالنسبه لي يعني الكثير والكثير قد ايه بلدي قويه واقف على رجليها وتقدر تتحدى اي حد، مش تحدي بس دايما هي ان لم تمتلك القوه فستكون مطمع من الاخرين. تتوالى الزيارات المحليه والدوليه لاكاديميات الشرطه، والتي تؤكد على تميز هذا الصرح التعليمي الامني في اعداده للكوادر الامنيه المحليه والدوليه ليحملوا امانه امن الاوطان واستقرارها. هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مثيلاتها على مستوى العالم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حلب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 من القضايا التموينية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 89 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حلب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط أكثر من 56 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 606 من القضايا، من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 6 من القضايا، مضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح محلية. أرسل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي لبنان لولاية جديدة مدتها 4 سنوات. تمنى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي في برقيته لنظيره اللبناني وللمجلس التوفيق والنجاح، وعبر جبالي عن أمله في تعزيز أطر التعاون والتواصل البناء بين البرلماني المصري واللبناني من أجل صالح الشعبين الشقيقين. وكان بري قد تم انتخابه لرئاسة مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد في الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي عقدت في مايو الماضي، حيث فاز بري بالأغلبية المطلقة من الجولة الأولى. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ضرورة أن يختار مجلس النواب من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد ميقاتي على أن يكون التشكيل الحكومي من دون شروط وتعقيدات يضعها أي فريق في وجه الرئيس المكلف. وخلال لقاء حواري نظمه معهد السياسة والمجتمع في العاصمة الأردنية عمان، أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحدث. كما استعرض ميقاتي الأوضاع في لبنان في ضوء السياقات التاريخية والسياسية خلال العقود الماضية، وصولا إلى الانتخابات الأخيرة والسيناريوهات المتوقعة على صعيد تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية والعلاقات بين القوى السياسية المختلفة. استكملت اليوم انتخابات أعضاء اللجان النيابية بالبرلمان اللبناني خلال جلسة عقدت في مبنى البرلمان في ساحة النجمة. وانتهى أعضاء مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري من انتخاب أعضاء اللجان النيابية وتم اختيار رؤسائها. قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القادمي إن حكومته تمضي في حفظ العراق وترميم جراحه، وإن للعراقيين شرف الانتصار للحياة. وأضاف القادمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن على العراق أن يتذكر ولا ينسى جرائم تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل وقاعدة سبايكر الجوية قبل 8 سنوات، والتي راح ضحيتها 1700 عسكري عراقي. وأضاف القادمي على العراقيين ضرورة أخذ العبرة والدروس حتى لا تتكرر أخطاء الماضي. أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الجيش العراقي لم يعتمد في قدراته القتالية على الجيوش الأخرى، بل اعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية. وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن مهمة بعثة حلف الناتو هي تدريب القوات الأمنية ورفع مستوى وإمكانيات قدراتها في العمليات العسكرية. أما ميدانيا فقد أعلنت قيادة الشرطة العراقية القبض على 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال مداهمات في محافظة نينوى.
أوضح الكرملين أن عزل روسيا أمر مستحيل، ذلك بالرغم من وجود مثل هذه المخططات من قبل الدول غير الصديقة. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هناك محاولات ومخططات من دول وصفها بالمعادية من أجل عزل روسيا اقتصاديا وسياسيا وتجاريا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده منفتحة على الحوار مع الغرب. وفي مؤتمر صحفي بأرمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أضاف لافروف أن الجميع يدرك الآن أن حلف الناتو لا يمكنه أن يقرر مصير أوروبا. ووصف الاجتماع الذي عقد في أرمينيا بأنه كان مثمرا وضم كل دول الأعضاء في المنظمة، كاشفا عن توقيع عدة اتفاقات مشتركة. نحن اقترحنا مرارا على شركائنا في التحالف الناتو في حلف الناتو من قبل أو بالتشارك مع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بإطلاق الحوار وإيجاد آليات للتعاون والتنسيقات، ولكن حلف الناتو دائما كان يرفض ذلك لأنهم لا يمكنهم أن يحددون مصير الدول الأوروبية، وهذا أصبح واضح للجميع. قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها في سيفيرودونيسك مع احتدام القتال في الشوارع وتواصل القصف ليلا ونهارا، بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة الأساسية لهدفها المتمثل في السيطرة على شرق أوكرانيا. وأوضح سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أولكسي دانيلوف أن الوضع بالغ التعقيد وأن القوات الروسية تركز كل قواتها على المنطقة. يأتي ذلك في وقت تقول فيه أوكرانيا إن أملها الوحيد لتحويل الدفة لصالحها في المدينة الصناعية الصغيرة هو تزويدها بالمزيد من المدفعية للتصدي للقوى العسكرية الروسية الهائلة. أعلنت الرئاسة الفرنسية استعداد باريس للمشاركة في عملية تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك كمحاولة لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها. وقال أحد مستشاري الرئاسة الفرنسية إنهم جاهزون تحت تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، وذلك لتمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر. أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية، مشيرة إلى أنه حان وقت انضمامها للاتحاد. وخلال مشاركتها في قمة كوبنهاغن المنعقدة بالدنمارك، أكدت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا في الحصول على صفة مرشح للاتحاد. يشار إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد في الجلسة العامة في ستراسبورغ قراراً يدعو دول الاتحاد إلى منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، حيث وافق على القرار 438 صوتا برلمانيا مقابل 65 صوتا معارضا. As it is about strengthening Ukraine. So let me be clear. أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الالتزام بإنهاء الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أوراسولا فوندرلاين، حيث تم بحث العلاقات الثنائية الجيدة والالتزام المشترك للعمل على إنهاء الأزمة في أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية والعواقب على الأمن الغذائي. دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا. جاء ذلك خلال زيارته لقوات الدفاع الجوي الألمانية بالبلقان، والتي تأتي ضمن المهام التي يقودها حلف الناتو. وتركز جولة شولتس على استطلاع آفاق الانضمام للاتحاد الأوروبي لست دول في غرب البلقان.
أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو نيته تزويد دول الجناح الشرقي للحلف بأنظمة صواريخ وعتاد متطورة. وأوضح الناتو في بيان له أنه يجهز لنشر قوات في دول الجناح الشرقي للحلف لمواجهة روسيا، مضيفا أنه سيضمن أمن فنلندا والسويد قبل نيلهما عضوية للحلف. В районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن مكافحة التضخم هو الأولوية الاقتصادية القصوى لإدارته. جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي تعقيبا على إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي كشف عن استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، وسجل التضخم في شهر مايو الماضي في الولايات المتحدة 8.6% في أكبر زيادة منذ نحو 41 عاما. تراجعت ثروة الأمريكيين في وقت مبكر من هذا العام مع تدهور سوق الأسهم، وانخفضت القيمة الصافية للأسر والمنظمات غير الربحية بمقدار نصف تريليون دولار إلى 149.3 تريليون دولار، ذلك في الربع الأول. يأتي ذلك وفقا لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي، ويعكس التراجع في الربع الأول ما حصل في سوق الأسهم في وقت سابق من هذا العام، حيث محيت 3 تريليونات دولار من قيمة أسهم الشركات المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المقتنيات 46.3 تريليون دولار في الربع الأول، ما يجعلها واحدة من أكبر أصول الأسر. كما انخفض مؤشر داو جونز وستاندر أند بورز 500 بنسبة 5% تقريبا في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 9% تقريبا. بحثت الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العواقب الاقتصادية للعمليات الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعافي الأخيرة وإعمارها. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد بريان بي ماكيون والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان. وفي الاجتماع السنوي 61 للمجلس الوزاري في باريس، ثمنت الولايات المتحدة دور المنظمة باعتبارها المكان الأول للديمقراطيات الموجهة نحو السوق للتنسيق بشأن السياسات الاقتصادية المتجذرة في القيم المشتركة. تختتم اليوم أعمال قمة الأمريكيتين التي تنعقد بمدينة لوس أنجلوس. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه لم يكن قلقا بشأن مقاطعة بعض القادة للقمة، منهم الرئيس المكسيكي ورؤساء من أمريكا الوسطى. Consideramos que las brechas en el acceso y servicios básicos de calidad como la educación, la salud y las persistentes desigualdades en el disfrute de los derechos fundamentales son en sí mismas las barreras para el desarrollo. Ningún espejismo de recuperación es sostenible si no corregimos estos problemas estructurales que han hecho de manera de América Latina la región más desigual del mundo. La desigualdad extrema es un mal endémico de nuestra región que ha socavado...
ما بين اعتذار دول عن المشاركة ومقاطعة دول أخرى تتعثر قمة الأمريكتين في آخر أيام انعقادها بلوس أنجلوس، فالقمة التي تنعقد كل 3 إلى 4 سنوات تنظم للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ أول اجتماع عقد في ميامي عام 1994، وهو ما عرض قائمة المدعوين إلى تسديد ضربة محرجة لبايدن بإعلان عدة رؤساء عن الغياب ورفض إدارة بايدن دعوة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا. الولايات المتحدة بررت قرارها بأنها لا يزال لديها تحفظات بشأن عدم توافر مجال للديمقراطية في الدول الثلاث، في الوقت الذي لم يزر فيه بايدن أمريكا اللاتينية بعد منذ تسلمه منصبه الرئاسي في يناير عام 2021. مقاطعة العديد من القادة للقمة احتجاجاً على قرار بايدن بعدم دعوة 3 من الحكام رؤساء كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا سلطت الضوء على نضال الولايات المتحدة من أجل أن تمارس نفوذاً في منطقة أصبحت منقسمة سياسياً وتكافح اقتصادياً. الرئيس جو بايدن حاول تقديم رؤية موحدة لنصف الكرة الغربي، لكن قمة الأمريكتين سرعان ما تحولت إلى خلاف مفتوح، وهو مثال واضح على الصعوبات في التقريب بين أمريكا الشمالية والجنوبية. ومع تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا الوسطى والجنوبية، يقول المحللون إن كندا لديها فرصة ذهبية في قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس لتحسين مكانتها ونفوذها بين جيرانها في نصف الكرة الغربي. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية خلال الفترة من يوم 10 حتى 20 يونيو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي بيان للصحة أوضح أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية. اختتمت فعالية القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية. استمرت القافلة على مدار يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج إلى 246 مواطن على مدار يومين، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، ذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. سنوات قليلة استطاعت خلالها القيادة السياسية تحويل أزمة السكن إلى طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع المهم. نجحت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة إجمالية بنحو 1500 مليار جنيه، حيث تم تطوير 21 مدينة بتكلفة بلغت 160 مليار جنيه. We'll be right back.
أعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر واليابان. وخلال لقائه السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، أكد رئيس الهيئة حرصه على فتح أفاق جديدة للتعاون لتظل قناة السويس ركنا رئيسيا لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين. واستعرض رئيس الهيئة تطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الآونة الأخيرة، مضيفا أن القناة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق تطوير متكامل لهذا المرفق الحيوي بحلول عام 2023. صرح وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي أن لقاءه مع رئيس شركة دي إم جي موري الألمانية جاء لبحث مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالصناعة كقاطرة للتنمية المستدامة. من جانبه قال رئيس شركة دي إم جي موري الألمانية إن السوق المصرية تزغر بالعديد من الإمكانات والمقومات الجاذبة للاستثمار. نجحت دار الأوبرا في التعاقد مع فرقة بالي مسرح سان بطرسبرغ الروسية لتقديم 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية. وتقام الحفلات على المسرح الكبير ومسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون الزميل محمود جميل. نعم محمود، صف لنا الأجواء عندك وردود أفعال الحضور والجمهور. نعم، بعد التحية بالفعل انطلقت الليلة الفنية رقصات مختلفة ومن الباليه. اليوم سيكون عشاق ومحبي الباليه مع سهرة فنية جميلة، ولكن هي الليلة الأخيرة. يعني فرقة سان بطرسبرغ موجودة في دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير منذ أول أمس. اليوم سيقدموا عروض مختلفة من رقصات الباليه. انتهى العرض الأول الذي كان فيه الرقصة الكبيرة الكلاسيكية، ثم سيكون هناك الرقصة الشهيرة وهي بحيرة البجع، وهي أكثر العروض يعني إقبالا من الجماهير المصرية والأجنبية هنا في دار الأوبرا المصرية. فهذه الرقصة أو هذا النوع من الباليه عليه إقبال كبير من الجماهير. عندما تحدثنا مع الجمهور المتواجد هنا عبر عن سعادته باستضافة دار الأوبرا المصرية لهذه الفرقة الموسيقية الشهيرة في روسيا. فالكل يعلم أن روسيا أصبحت رائدة فن الباليه على مستوى العالم، خاصة أن مدينة سان بطرسبرغ في روسيا بها العديد من المعالم والمسارح الفنية، وتعد أحد أو إحدى المدن الثقافية والفنية الهامة. تستضيف دار الأوبرا المصرية هذه الفرقة، والليلة ستكون هي الليلة الأخيرة، ثم يوم الأحد القادم ستقدم باقي العروض على مصر على أوبرا الإسكندرية يوم الأحد القادم. عندما رأينا أيضا الرقصات والعروض التي قدمت من الفرقة، رأينا هناك أن يعني العروض تميزت بالتناغم والحيوية وأسلوب يجمع ما بين الخيال والإبهار. وأيضا هذه العروض التي قدمت هي تقدم على الطريقة الروسية الكلاسيكية، وتحافظ على التقاليد الروسية أيضا الكلاسيكية. وأيضا دار الأوبرا المصرية تستضيف على مدار الأيام جميع الفرق في مختلف الفنون، وأيضا هذه الفرقة تجوب كل يعني دول العالم لتقدم الرقصات المختلفة من الباليه. إذن نحن على موعد اليوم الآن تستكمل هذه الحفلة وتستكمل العروض التي تقدمها فرقة سان بطرسبرغ، وهي من أشهر فرق الباليه الروسية كما تحدثنا. وأيضا الجمهور يستمتع بهذه الرقصات والإيقاعات الموسيقية مع الحركات المختلفة التي تقدمها الفرقة. هذه هي الصورة من المسرح الكبير هنا في دار الأوبرا المصرية. الآن عودة إليكم مرة أخرى. نعم محمود، فن الباليه من الفنون الراقية، ويتميز الروس بتقديم هذا الفن الجميل. شكرا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أيضا. حار على السواحل الغربية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد أيضا من العواصم والمدن العربية والعالمية. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. إعلامي مجلس الوزراء ينفي إسناد إدارة ممر قناة السويس لشركة أجنبية، والهيئة تؤكد أن إدارتها ستظل مملوكة للدولة بالكامل. مجلس النواب اللبناني ينتهي من انتخابات أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها. الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 41 عاما. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن ما زال هواء التاسعة مستمر. هواء التاسعة اليوم مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم. أهلا بك دينا منورة. أهلا بك ياسر، أهلا بك حكمة، مبسوطة أكون معاكم في يوم الجمعة وكل فريق نشرة التاسعة. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.